النهاردة يلتقي بلو سكاي مع نادي الكيماويات ضمن أولى الجولات وأولى مباريات بلو سكاي بإطلال جديد ونكهة جديدة خاصة. وبلو سكاي باللون السماوي على يمين الشاشة. كل التوفيق لفريق بلو سكاي النهاردة، وثلاث نقاط ثمينة من جدار فريق الكيماويات. يبص في ساعته وفي هذه الأثناء وفي هذه الأجواء يطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة. كرة طويلة وعالية، طويلة وعالية، الكرة خطيرة لو عدى وفات عبد الرحمن، وفي ضرب الجزاء لمصلحة بلو سكاي. حارس محمد طه وحكم اللقاء بيصفر كرة، وهدف أول يضيع، هدف أول يضيع من عبد الرحمن. هدي الكرة وعبد الرحمن طويلة متفقين عليها، خالد هينفذ الخطأ وفاول جوه منطقة الجزاء. امشي، كرة ملعوبة خطيرة لبلو سكاي، فرصة هدف أول يضيع، خطيرة لمصلحة البلو سكاي، كرة فتح هدف، هدف هدف يضيع من الفريق السماوي، ما زال على أرضية الميدان، وكرة خطيرة الفريق السماوي، كرة عبد الرحمن نبي عليها بوجه القدم خطيرة، لو سدد هدف ثالث أو رابع وفرصة تضيع. عبد السلام إسلام والمبخطة والتسديدة خطيرة، إنما على طول الحارس سيمبا دوائر، وإن كانت عرضية عرضية ولكن منها تسديدة خطيرة، سيمبا حط البوكس. إسلام أسامة عرضية نموذجية رأسية عبد الرحمن لسه خطيرة، هدف أول لمصلحة بلو سكاي. يا سلام يا سلام يا سلام على الصحابة، يا سلام يا سلام على بلو سكاي. طويلة وعالية الكورة خطيرة خطيرة، عبد الرحمن سيد وهدف تاني يضيع. خطأ حكم اللقاء خلى اللعب، ادي عبد الرحمن لونج باص طويلة وعالية جولدي، الهدف التاني جول. الله الراس يا شهاب البطل، دكتور الإصابات يوسف عبد الهادي وجد حضرات اللقاء بينبئه إن هو يقوم. هذه كرة طالع لها سيمبا وبيمسكها الفريق الكيماوي، طويلة وعالية رأسية، إنما على طول هدف. يا سلام يا شيكا يا ولد يا ولد يا ولد يا شيكا، واحدة بوجه القدم خطيرة خطيرة، فتحي خطيرة، فتحي وهدف تاني يضيع. يا ولد لعيب على الفنت يا فتحي، عدى وفات إمكانية العرضية، وادي الظهير البديل، وفرصة فرصة لكن